بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وديمان وندم أهتوتشي هوي نهو أهنم سلتلالك وانجلوت يمنا ورابات يهنو تكتاتيك في التمرتي هنال سم هايانيو حلقة ويمكفلنا الحلقة 20 من كبائر الذنوب شهادة الزور. بلفوت مرتوج لما استاوس من دموكركوت النزيه تلالك وانجلوتشنا وكان مراك إنو ربنا المراك وانجلو الراسون يشعل عجر الناش اللي ما تعلو إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم من الله عز وجل. يتكلكلات شوات شون تلالك وانجلوتش أمت رقوكو هنا من لستن يا وانجلوتشن انسرز الله تشحل المراك وراسول الله عز وجل بلون نزين وانجلوتش أوقو مراك ونعم مسرات يتشال متو أجرو قال له أجر عنده من دنو وانجل لمن راقف مكنياتي هنا يهن ما يفلق ما نم يلم يا الله باريا هنا يا الله سبحانه وتعالى تأزاج باريا هنا مؤمن هنا مؤمنة هنا ما يفلق ما نم يلم منا لزين ونزين نقروتش زرزر ياسفلقه. قطعه هاي النو كفر يمي هنو شهادة الزور نو يكتفت ويم يوشت مسكرنت نو يشهادة قداي بسلم الناس تلك بوتها اللو حقيقة سلف هج صحابة هج من انو نبرة يا صحابة لجوت راسو ولا جوت شاتشن بمسكرنت لا يقرفون نبرة يهون نقر لا يبتنش بتلك بيتين يام قداي مسكرنت سنت الرامتن كمسكرن يقرفون نبرة لانو يمسكرنت قداي جد كباد بوتها نا أدقن يا نقر نيالو بتنش من نقر يهون بتلك ونقر يا مسكرنت قريح بونات هونو نيانيا آخر الزمان كان لسوش مكاكل عندو كميستوالو مدفو بحري عندو مسكرنت سايد ترو يمي مسكرونات شو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهي بطرونات ككرن يا منقان هونو مد عدفت ككرة للم فما بالك إذن يا مسكرنت دمو وشت كهون دمو يبلت أنقر وباسة مالتنا نسأل الله السلامة والنجاة. سلازيه زاري من نايو تلك وانجل مكاكل ليلة وشهادة الزورنا مالتنا يك اتفت مسكر النات يوشت مسكر النات. قال الله تبارك وتعالى الله يسن ملكان باريوش بحري سياوسا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يا الله ملكان يازانيو باريوش يا الله سبحانه وتعالى ملكان يميبالو باريوش بحري سيقلز كميتاك أبواتش ونقروش مكاكل أندو مناله والذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الشهادة الجائرة التي يقتطع بها حقوق الناس ويعتدى على أموالهم بغيا وظلما وعدوانا فهذه من الكبائر أن يشهد الإنسان على الزور. الله ملكان باروتشون سيتك اسبه رياتشون مناله والذين لا يشهدون الزور يوشت مسكرنة يما يساتفون اتشو يهي يسكر يوشت مسكرنة من دنو يسو حق يالا قباب يميوسه دبات بقنزباتشو بقفنا ببدل بطلاتشا قف يميسرابات دنبر يميتالفبات تساتفو عادركو لمن يه تلك وانجلنونا كتلالاك وانجلوش محل عندنونا. شهادة الزور مبالو هو يشهد الإنسان على زور أو على ظلم أو على جور ببدل بوشت نقر لاي بقف لاي تككلنا بلو ممسكرنا يهي الظلم ظلم دال هنا ملكا من لكنا وفتهنا بلو ممسكر يهي يوشت مسكرنات بوشت نقر لاي لكنا بلو وشت ممسكر مالتنا. وفي الآثار يمتو عنداند نقرر تلاي من يمي لالا عدلت شهادة الزوري بالإشراك بالله يوشت مسكر النت با الله لاي كما قارات قاع تستكاكلو تتكسو على وانجلو كفتو على مالت من من قوان سويون كإسلام باس واتام جيغ يكفع وانجلنو مالت. وقال الله تبارك وتعالى سورة الحج لا يمن إلى الله ينزهن وانجل كفات سنقر مراك من دال لبن سيستنكك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
فاجتنبوا الرجس من الأوثان كطاوت أملكوت إركسون راقو إركس يهونون طاوت أملكوت ويمي طاوت أملكوت راقو إركس بلوت على الله طاوت المملكة الله تعالى لنا كان مجزان. ثم قال جل في علاه واجتنبوا قول الزور يكتفت نققرن راقو كتفت نققرج جنبار كدمون ميزو با الله لا يمقاراتنا الإشراك بالله تبارك وتعالى با الله لا يمقارات تلكون يكتفت مسكر النت قال يزال مكن ياتهم سويهم كالله وجل العملاء كان لبنو سيمسكر كبابي هنا يوشت مسكنا يكتفت مسكر النت مسكر المالتنا نسأل الله السلامة والنجاة. فاجتنبوا قول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الله راقونا يا وشت مسكر النت راقو كذابها لا يلا وشت مسكر النت نبي صلى الله عليه وسلم دي الله يلي الله عديس نقر نبيد عن مامتات ليلا وشت مسكر النتنا يلي الله ينقل بنو مالت فتوى مستقت الزي وستيقابال حلال هنون حرام نبلو ممسكر حرام هنون حلال نبلو ممسكر الزي وستيقابال عندهم دمو بسوك حق لا يلك نزيو على أقباب هنا مسكر النت مستقت ظلم ظالم بدلين يميد القف مسكر النت مستت الزي واستيقابل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر كتلالك وانجلوش تلالك وچنوين كتلالك وانجلوش تلالك وچلن قراتشون اندي على رسول الله سلم اندي تانقرون ننجي او نقرون بنن سنلاتشو تقصوا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس إلى السكابي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله عليه كما قارات أستنققوا تلالك من جنالو كذب وراجو تلا إمام مصنو كالو بوحالا تنقفوا نبر من ناقاروت كنت قالنا ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور أواج سمونكو يوشت يوشت مسكر النت يوشت نجقرم تأمير نالو فما زال يكررها إلى الزقابيو يهن قال كما دقاقم ودهالا على رسول صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليته سكت من النزم نبيلو اسكم من الدرجة الرسم يا سبحان الله يا سبحان الله ايو من يأكل كبال انه هنا بك اللا لا لا لفتم رسول صلى الله عليه وسلم شركنا بولا جوتنا إمام مسن دقف بلو عورته ويالا يهين مسكرنت قال لا جنسي الناس هيدرسو انا بلو ادق جنته ناس قمتو كل ما دق اناچو طبعا يهي لاي زينت ام لاي جن يميزراغو سوت صفر قطر سلاللاتو بقلالو سو يميزفقبت نجر سلاونا بتنش بتلقو نجر بيتينياوم گداي بتنش بتلقو نجر ابيت نجر كابيت وسط بالا نجر كبالا بيت غا بالا نجر كبالا سلطان غا بالا نجر كعلقه غا بالا گداي كغدنياه غا كلجوچه غا بيتينياوم گداي لاي يال يمشك يمسكر يوشت مسكرنت قال ازي وستي غابا بتام كبات ادگنيا منجنو. وفي الحديث الثابت بتزقبوا ان حديثه لاي لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامه حتى تجب له النار بوشت يمسكر سو اغروتو يوم القيامه كلبت بوتا عينقساقسم يا اسات مهونو اسكيرغاغط بالدرس حتى تجب له النار اسات السوا اسكيوسن درس يا اسات مهونو كالتوسن مستقر عينقساقسم من معناتنو يمينقساقسو يا اسات مهونو سيرغاغطنو برغط ميرغاغط نسال الله السلامه والنجات. شاهد الزور تلالق وجلوتشن نو يفتسمه لببل بوشت يمي مسكر سو يما جمراو الكذب والافتراء وشت الناق اتفتنا. قال الله تعالى والله تعالى يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب دنبر على فينا وشت من لما الكام من قد أي مرام من الله عز وجل كذاب أي كثير الكذب وشت يمي أبزا يمي أسنسن بهون لما الكام من قد أي مرام يتساكا هيوت منور ايچلم بوسنونا باسبو گدايو تيتا ما مهون ايچلم مكنيات ما نو يمايبرو الله سبحانه وتعالى نون. وفي الحديث يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانه والكذب مؤمن هنا سو كما تعلل لنا كما واشت بستكر
ሌላው ትክክለኛ ባህሪ ሊሆን ይችላል ይላሉ። ይሄ መጀመሪያው ውሸትና ቅጥፈትን ይዛል። ሁለተኛው انه ظلم الذي شهد عليه حتى اخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه ሁለተኛ የሰራው ጥፋትና ወንጀል ሸሃደተ ዙር ውስጥ የሚካተተው ከውሸት ባሻገር እሱ በውሸት በመመስከሩ የተነሳ የተበደለውን ሰውዬ በደለውታል። እሱም ተጨማሪ በደል ፈጽሞበታል። በሱ የውሸት ምስክርነት የተነሳ ገንዘቡ እንዲወሰድ፣ ክብሩ እንዲደፈረና ደሙ እንዲፈስ፣ ሩሑ እንዲወሰድ ምክንያት ሆነሃል። ስለዚህ ሰውን መፈለምና መበደል ነው። በደል ደሞ والظلم ظلمات يوم القيامة بدل يتنبابر تألمهن الميوت أو يوم القيامة نسأل الله السلامة والنجاة. وثالثها سوستن يمن بالنوع أنه ظلم الذي شهد له مسكر لتمسكر اللات للدقفه ويهد كون سوي راسه بدلها بوشت اندت مسكر اللات يتأرهن سوي راسه بدلها بالمال انديت بأن ساق إليه المال الحرام حرام يهون جنزب ودس دي متى درغوال فاخذه بشهادته بانت يوشت مسكرنت بلت عليه جنزب ووجبت له النار بانت يوشت مسكرنت يتنسى اساتم ترغغطبت نسال الله السلامه والنجاه. شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم من قضيت له من مال اخيه بغير حق فلا ياخذه عند دانياه يتكمج على الرسول صلى الله عليه وسلم بقلت بهنا اللي ما سرجع مسرت بمارك يا لا أقباب حق دال هنا يأوك أنا ما رأيك كترتنا بمفرد وفرد يا لا أقباب هنا غير عند درسة ويأوك يوان دمون درشاك وسن كلت كفرت كلت عند يوس دوال يا لا أقباب بغير حق سيلو እሳቸው አላግባብ መሆኑን አውቆ ማለት አይደለም ላ ባላቸው እንግዲህ قاضي ነገሮችን የሚፈርደውና የሚወስነው በመስክርና በመሐላና መስክርን ማስረጃን መሰረት በማድረግ ነው። ይሄኛው በውሸት ሊሆን ይችላል መስክሮችን አምጥቶ አስወሰነ አስፈረደ خلاص ዳኛ ያየው ይሄን ነው። በዚህ መሰረት ያላግባብ ይሆንን ውሳኔ ከወሰንኩኝ እንደኔ አግባብ ሆኖ ግን እውነታው አግባብ ያልሆነን ውሳኔ የወንድሙን حق እንዲወስድ የወሰንኩለት السو باسقمطو ماسرجا مسرت فانما اقطع له قطعه من النار ان دا يسدالو يهن غنزب لمن يا اسات درشال يقرط كلت قريچ يسطوت مهونو ما وقالبت يا لا اغباب يا غنزبون يوندمو نبرت يهتو نبرت يوسد سو يهي اسات قرچ قراج يسطوت مهونون يوقالو رسول الله صلى الله عليه وسلم سلازي بوشت هيده ظالم لهونه ويم لبدلو سو يهي نسيت مسكر بدل فصامي لهونو سويه لكرو بنست مسكر حرام يهونن جنزب اندي بلانا اسات اندي درسبت يادركنو بدل هوال مالتنا اراتنيا انه اباح ما حرم الله الله حرام يادرغون بانت مسكرنت يتنسى حلال اندي هون ادرغال وعصمه الله طبق يادرغون جنزب دمنا كبر يتفكر اندي هون ادرغال يهم كبار وجهنا. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه ايان داندو مسلم بماننياو مسلم لا جنزبو دمنا كبرو حرام نو جنزبو اللي نكا دمو اللي افس كبرو اللي نكا يفكر لتم مال يهن اندي تس مكنيات ونهال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهاده الزور تلالق وانجل سلا تلالق كتلالق وانجلوش تلالقوتن نغراچون كانوا بحال الرسول صلى الله عليه وسلم او سيلاچو بالله لا ماغارات بوراجوچ لا مامص كانوا بحال منالو يوشت مسكرنت يوشت قال مناغرنا يوشت مسكرنتن ممسكرنو كبدغاغا مال توجدو ميلا رابي حتى قلنا ليته سكت من أن يتطبالوا بنا الإسكن من يدرس. والحديث متفق عليه بين المخاري ومسلم أن الزهر أرادت نقرأت سلمي السواس بثنا ونجلو يكفاي هنا يوشت مسكرنة بيتين يوم بوتايا من مسكر سوج الله اللي انفرى لآخرات اللي انسقى يكبال يدنيا زاري
تنش تكم أتالان بنالف نجا وات أنا ميه تكم زاري تشجريت على النورنو زاري نزينو أهو إشان يا آخر عاوز تشجر ما نمي نرسل الله يقال لي شنال النن أو نعم الله يقال الله يقال لزينو هجون ياسكمته እንደዚህ የሰራ ወንጀል ይሄ ነው እንደዚህ የሰራ ወንጀል ይሄ ነው አውቀን ደሞ የምንሰራቸው ወንጀሎች በምን አለብኝነት የምንሰራቸው ወንጀሎች መቀጣጫ ሊሆኑ ይችላሉ ተውበት ተዘክቶብነስ አላህ ሰላመተ ወነጃት ስለዚህ አላህን ዐዘ ወጀል ልንፈራና ከዚህ አይነት ተግባራቶች ልንታቀብ ይገባናል የውሸት ምስክርነቶች እጅግ የበዙና የበረከቱበት ጊዜና ወቅት ነው አሁን ያለነው ነስ አላህ ሰላመተ ወነጃት ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል يا آخرا قدينا ونا الله سبحانه وتعالى يطبقا أسأل الله أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجنبني وإياكم كبائر الذنوب وصغائرها إنه نعم المولى ونعم النصير والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.